العطاء يعني ايه؟ يعني المعاملة بيني وبين الناس، العمل والمعاملة، يعني ايه هو ده العطاء؟ ما هو العمل بتاعي لما بعمل حاجة اعمل يعني بدي. فهنا اهم حاجة بقى، لو انا عايز اوصل للهدف بتاعي، لو انا عايز طاقة، الطاقة اللي انا بسميها الطاقة الـ لو بسميها حب او جذب او كل ده، عشان دي توصل لي في حالة منظمة، لازم اتعلم اتقان العطاء. يعني لو احنا ربنا مدينا من ناحية بالعلم او بالخدمات او بالمال، لما احنا نحس بالاخر يبقى احنا حامدين على اللي احنا فيه لدرجة انه فاض عندنا فبندي. حتى بالابتسامة، اننا نسعد حد بالبسمة، يقوم الله سبحانه وتعالى يدينا ما يجعلنا نبتسم. هي دايرة. لو سمحت تحت امرك يا فندم، ممكن كارت نت؟ لحظة. تفضل فندم. ميرسي. من فضلك لو سمحت، مش مشتغل. طيب تسمحيلي؟ تفضل. ميرسي أوي. ميرسي ليكي. And act now. افعل وافعل دلوقتي. فانت تقول ايه؟ هفعل اعمل ايه يعني؟ هروح اجيب فلوس منين طيب عشان اعمل شركة مقاولات؟ يقول لك لا لا، ما تفهمنيش غلط. افعل يعني افعل شغلك اللي انت بتعمله دلوقتي وافعله كويس. قوم اعمل كوباية الشاي بتاعتك واعملها بذمة، اعمل دي بذمة، اعمل كل افعالك بذمة، بس خليك اكتف طول الوقت بتفعل، تبقى انسان فعال. الانسان الفعال بشكل او باخر طالما ان الفكر عنده مركز للهدف اللي هو عايزه هيوصل له. الواحد عايز يعمل مجهود ويشوف نتيجته بكره. لا، ممكن تشوف نتيجته بكره وممكن تشوف نتيجته بعد 10 سنين، لكن ما تبخلش انك تعمل المجهود وما تبخلش انك تعمل الحاجه الجيده. شوف مجالك عايز ايه، عايز دراسه كذا ادرسها، عايز لغه كذا اعملها، عايز كذا كذا اعمله، عايز كذا كذا اعمله. طالما انت مؤمن بحاجه تشتغل فيها ليل ونهار من غير ما توقف. المشاكل نفسها بتيجي في الحياة لسبب، هي ما بيجيش من غير سبب. في فرق بين تحدي وبين عقبة. عقبة يعني جاي تكرهني في حياتي، اوكي، لكن تحدي يعني هو جاي عشان انا اتعلم منه حاجة، عشان ينقلني لمرحلة تانية في حياتي. لو بصيت لحياتك لورا شوية هتلاقي ان العقبات اللي مرت بيك كلها كانت لسبب. انت ما دخلتش الكلية اللي انت عايزها عشان تخش كلية تانية، عشان تشتغل في مكان احسن، او عشان تقابل الوحدة اللي هتعيش معها طول حياتك، او وهكذا. الواحد لما يبقى عنده فكرة لازم ما ينساهاش وما يهملهاش ابدا، وانما الفكرة حتى لو بانت في وقت ما انها ممكن تخبو، لو صبر عليها لازم هتظهر تاني. بالنسبة لي كانت طريقة النجاح في ايه؟ في ان انا احاول اشوف ازاي انا اعمل حاجة احسن من الناس اللي حواليا، ازاي انا اقدر اعمل حاجة كبيرة، ازاي انا ما اقدرش اتأثر بتجارب الفشل، واحنا عشان نوصل ان احنا النجاح دوت تكعبلنا كتير قوي في السكة. بس كنا كل ما بنتكعبل وكل ما بنقع، صحيح كانت بتبقى ايام سيئة جدا، وكانت ايام الواحد ما بيجيلوش نوم فيها من الحزن مثلا، وبيبقى شايف الدنيا قدامه سودة خالص، بس كان برضو هو دايما بيبقى ايه، لا طب انا في هدف عندي هحاول اوصله. اذا مؤمن بشيء هتوصل ليه، ما تستعجلش ما تستعجلش. كلنا في ناس يأستنا جدا جدا. عملت 9 محاولات لاصدار صحف، اتطبعوا، صحف اتطبعت، يعني ركبوها عربية التوزيع ونازلة السوق، ها، ويوقفوها. يعني طول الوقت السنتين دول رغم كل التضييق ورغم انك انت ممنوع من الكتابة وممنوع، فانت ومع ذلك تعمل هذه المحاولات على في ارادة وفي حلم وفي رغبة اكيدة في انك انت تستمر وتواصل ولا يعني تستسلم على الاطلاق. انا كنت من 10 سنين مصانع مقفولة،
عليا 200-300 سنه سجن كده ما تعدش، 8 شكاوى في المدعى الاشتراكي، مسؤول حكومي كبير بيسخر كل اسلحته لتدميري نهائيا، فقدت كل اموالي، بدات مش من تحت الصفر، بعت صيغه مراتي، بعت نص عربياتنا، بعت حاجات كثيره، بعت بيتي في مارينا، بعت وبدات تاني من تحت الصفر، وقمت مصانعي وقمت والنهارده باذن واحد احد مخطط وبحلم هعود تاني للرياده في السوق المصري والافريقي والعربي بل العالمي، لان انا اول واحد صدر لامريكا والسويد ودول العالم الاول، وانا مصمم ارجع لهم تاني. انا خط حياه يعني الحمل والولاده وخلفت وجواز وحاجات كده، وبعدين اللي حصل انه ابني الكبير كان تعبان وتوفى. لما توفى انا ما كنتش قادره يعني اقعد في البيت، يعني ما قدرتش اقعد في البيت، فابني الصغير قال لي انت ايه اللي مقعدك، ما تنزلي تشتغلي. فقلت له طيب، فابتديت اول سنه ادرس، قلت مش معقول هرجع تاني اغني، يعني كبرت والناس مش هتستحسن انها ترجع حد تاني، مش معقولها، يعني الناس ما بتقبلش كده ان حد تاني يرجع يغني. سمعت هاني شنوده في الاذاعه بيقول ان هو فرقه المصريين، ولسه بيتكلم على فرقه المصريين، فرحت مكلمه في الاذاعه. الناس قالوا له ده في مفاجاه، فقال لهم ايه؟ قالوا له مش هنقول لك، انت هتعرف. فانا بقول له ازيك يا هاني؟ قال لي ايمان يونس، مش معقول ومش عارف ايه، ده انا كنت بكلمك وساب البروجرام. هو قال لي انا لازم اكلمك بعد البروجرام. فقلت له طيب. فعلا بعد البروجرام ما خلص راح مكلمني وقال لي انزلي فورا قبليه. فنزلت قعدت معاه، قال لي لازم نعمل حاجه مع بعض. قلت له يا هاني الناس مش هتستحسن ان انا اغني تاني. قال فيش حاجه اسمها كده، الناس حباكي والناس لسه فاكراكي ولازم هتغني. قلت له لا، ما هو مدام لازم هغني يبقى فرقة المصريين. قال لي تفتكري هنقدر نعمل كده؟ فعلا كوننا الفرقة في خلال 6 أشهر، عملنا الفرقة تاني، رجعنا الأغاني تاني، وابتدينا نمرن الشباب معانا، ونزلنا مكتبة اسكندرية أول حفلة. الناس قعدت في الكوريدورات، الدنيا اتملت خالص كلها، لدرجة ان في ناس كان قاعدة على السلالم. اول ما دخلت انا وهاني على المسرح كل الناس وقفت سقفت، وقفت يعني انا اشعرت. هاي حبيبتي. كويس. يعني عايزك تقومي تتوضبي شويه وانا تكوتي وانا تلاقي. ليه رايحين فين؟ هنروح لمن الان السخن. لا بجد؟ يلا اكتر حاجه في الدنيا انت ممكن تغيرها هي نفسك، وده بيعمل كل التغيير في الدنيا. في نظريه بتقول لو 1% من اي شعب اتغير البلد كلها يحصل فيها تغيير. في حاجه اسمها وعي جمعي، لو ادركنا اننا كلنا وعينا ويا بعض محصلته جاذبه الى اعلى درجه، عشان ندرك ده ظريف جدا ان احنا نبص للمثل بتاع غاندي. غاندي لما قال للناس في الهند احنا عايزين نتحرر ونطرد المستعمر البريطاني، قالها وقال اننا ممكن نعمل ده بالمقاومة السلبية. في ناس كتير مش فاهمة ايه هي المقاومة السلبية، هي مش بمعنى ان احنا نبقى خانعين ونرضى
ونقول اه محتل ونسكت، لا، ان بوعيك انت طارد للمستعمر. فكان حتى بيصوم عن الاكل لغايه ما كل بلده تتحد على كلمه واحده، قال لهم الهند حره الان. فهم عملوا ايه لما كل حد عشان غاندي تزعمهم في الحته دي؟ جت بريطانيا وقالت له انتوا تحبوا نمشي من عندكم ازاي؟ كان بقالهم 300 سنه محتلين الهند، وفي اصوات في بريطانيا النهارده بتقول ايه المعجزه دي؟ احنا ايه اللي طلعنا؟ الوعي لازم يتحط على فكره حصلت، يعني ان الواحد يكاد يكون الحاجه اللي احنا عايزين نكذبها لنا، احنا خلاص من كتر ما عندنا خيال جميل ووعي اجمل وتوقع ايجابي اقوى، احنا كامه كلنا حطينا وعينا على هدف واحد الان. الثورة في وجهة نظري انها قامت من فترة طويلة، قامت جوانا كلنا، من كل موقف تعرضنا له، من كل ظلم حصل لنا، من كل موقف فيه فساد قابلناه قدامنا، وجاء الوقت لازم يحصل فيه عملية انفجار لكل الكلام ده كله، لازم كل ده يطلع، لازم كل ده يطلع في فترة قصيرة جدا، في فترة تكون هي نتيجة التراكمات اللي حصلت دي كلها. عشان تنجح الثورة كان لازم يكون عندنا كلنا يقين ان الثورة دي هتنجح. ايه هو اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا حتى لما كنا في التحرير ما كانش السؤال بيتقال هو مشي ولا لسه، السؤال كان هيمشي امتى. مش هنمشي هو يمشي، مش هنمشي هو يمشي. لما كلنا اقتنعنا وكلنا كان عندنا يقين ان النجاح جاي جاي، وان الموقف ما بقاش يعني في اختيارات، كلنا عايزين الهدف ده وكلنا هنوصل للهدف ده، اتاخر او ما اتاخرش هيجي، وهو ده اللي حصل، وعشان كده نجحت الثورة. الله سبحانه وتعالى عاوزنا نبقى في قمة الإخلاص مع استخدام قدراتنا إلى أقصى درجة كفرد وكبلد كأمة. كويس يا خالد، كويس. دبل إكسبريسو لو سمحت. إيه السوفت وير ماله؟ أوكي، بس خلي بالك إحنا مرتبطين بعقل. المرحلة الأولى للويب سايت لازم تبقى جاهزة خلال يومين. أوكي يا خالد، باي باي. مساء الخير. مساء النور. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ انا صاحب شركه في مجال الكمبيوتر. جميل جدا، فرصه سعيده جدا يا فندم. على فكره انا خريج حاسبات ومعلومات. ايوه ده الكارت بتاعي، ابقى كلمني. ميرسي جدا يا فندم. ايه يا حبيبتي عامل ايه؟ لا كويس كويس. الأولاد بخير؟ طيب. طب أنا هقفل وأكلمك كمان شوية. باي باي. أيوة. طيب أوكي خليه يدخل. تفضل. السلام عليكم أستاذ مجدي. إزيك يا عادل؟ تفضل إسماعيل. ايه الاخبار يا عادل؟ كله تمام يا فندم. قول لي بقى اخر كورسات خدتها ايه؟ انا لسه مخلص من يومين كورس الام سي اس دي. هايل، خدت الام سي اس دي؟ ايوه يا فندم. برافو عليك. ميرسي يا فندم. عايز تشتغل معانا ايه بقى يا عادل؟ انا بصراحه بحب التدريب وبحب تطوير البرمجيات جدا، ونفسي اشتغل في الاثنين بصراحه. ايه بقى مواعيدك في الكافيه عامله ايه؟ لا ده انا ممكن اشيل، انا ممكن اسيب الشغل ده اصلا، انا مش عاوز اشتغل الشغلانات دي تاني. لا 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 لا، احنا هندرب بعد 3 شهور لحد ما نشوف اذا كنا هننبسط من بعض ولا لا. هيحصل طبعا يا فندم. هو انا اصلا مواعيدي في الشغل الصبح، وقليل قوي لما بيبقى بالليل، بس الاساس يعني الصبح. خلاص انا ممكن انزلك مع المدربين في الدورات المسائيه لحد ما تتمكن من التدريب وتثبت كفاءه. هيحصل يا فندم طبعا، هثبت كفاءه ان شاء الله. انا اصلا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على الفرصه دي بجد. لا 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 شكر على واجب، انا عايز بس تشد حيلك. هيحصل يا فندم، شكرا جدا استاذ مجدي. مع السلامه. خد مسؤولية مكانك الحالي في الحياة، يعني انت في المكان اللي انت فيه دلوقتي بسبب نتائج افعالك. ما تقولش تقول مفيش شغل، الحكومة، البلد اللي انا فيها، الجامعة اللي انا فيها، اهلي. وانا بقولك كده مش عشان تقعد تضايق نفسك تقول انا انسان فاشل، انا انسان مش كويس. لا،
بس مجرد ما تاخد مسؤولية مكانك في الحياة تقدر تغيرها. بص لقدام بتشوف اللي انت عايزه ايه، وطول الوقت انت لازم يكون عايز حاجة، ولو ما انتش عايز حاجة النهاردة اخلق لنفسك حاجة. اقول للشخص المكتئب انه بجد هو لسه ما يعرفش نفسه، وانه لو عارف نفسه بشكل حقيقي ما اعتقدش ابدا ان الاكتئاب هيتمكن منه في اي لحظة من اللحظات. اوعى تحس انك فاشل، اوعى تحس بالهزيمة، فتعامل مع نفسك ما تهملهاش، دي مليانة خير مليانة جمال، والدنيا حواليك مليانة جمال. توكل على الله وابني انت مستقبلك بنفسك، وشوف ظروف الحياة المحيطة بيك ايه والدنيا بتتغير. ابدأ وهتلاقي النجاح بيجي خطوة بخطوة، وربنا سبحانه وتعالى بحس انك صادق في ده بتلاقي ربنا بيديك من اوسع ابواب. ابدأ صغير وركز وشوف الحلم قدامك كويس قوي قوي قوي، واجتهد طبعا. افكارك لازم يكون غير تقليدية، ما تسيبش اي مجال للياس، لازم تنطلق وانت متيقن تماما ان انت هتحقق هدفك، واول ما هتحقق هدفك تحط الهدف اللي بعده. وايمانك بنفسك وبقدراتك، واتكل على ربنا واتق الله في عملك، واوعى تيأس، هتفشل وهتقع، بس لازم تعمل حسابك انك هتعد وتتاكد انك هتقوم تاني، ولازم تتسلح بالصبر والمثابره. في خوارق يوميه انسانيه تصنعها الاراده، تصنعها الاراده ويصنعها قانون الجذب. السر او دي سيكريت، المهم راه ترجم بزاف ديال اللغات، وكان المهم كما تشوف الفيديو بلي ان هاد الناس هادو كيحكوا القصص ديال النجاح ديالهم، وقصص اللي هي حقيقيه واللي هما عاشوا مع النجاح ديالهم. الوغ انا حاولت انت تطبق القانون هذا، حاول تخدم على داك الهدف اللي باغي وغادي توصل له دائما. توكل على الله وبالعزيمه وبالقدره غادي توصل داك الشيء، ودائما هذا القانون هذا كيعتمد على التكرار. حاول الفكره اللي عندك دائما دائما فكر فيها، فاش تبغي الناس فكر فيها، فاش تفيق في الصباح فكر فيها، ومن الاحسن كيقولوا بانك كتبها في شي بلاصه اللي كتكون دائما كتشوفها، باش انك دائما كيبقى هالفكره دائما كتجي غبارتك، دائما كتفكر فيها باش انك توصل لها. العقل ديالك الباطني هنا كياخذ خطوات لا اراديه باش انك توصل للنجاح ديالك. وهنا بغيت نقول واحد ديفينيسيون او واحد التعريف ديال النجاح. النجاح هو القدرة الداخلية على التحرك واخذ خطوة عملية فعلية حول ما نريد. الور اللي بغيناه راه غادي نوصلوا له، ولكن بالعمل والكفاح. والله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.